ذرع المحطة حل طريق السد. الله أكبر، قصف بطيران الميت. 26/4/2013 وأنباء عن الإصابات. الله أكبر، الله أكبر. قصف بطيران الميت على حي طريق السد. الله أكبر. الله أكبر، حي طريق السد قصف عنيف بطيران الميت ووجود إصابات. الله أكبر، الله أكبر. يلا يلا يلا. الله أكبر، إصابات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حي طريق السد.